بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. يا أبناء شعبنا البحراني الأبي، ونحن على أعتاب الذكرى السابعة بانطلاقة ثورتنا المجيدة في البحرين، وبعد إطلاق شعارنا الموحد لإحياء هذه الذكرى التي عطرت بدماء شهدائنا وهو باقون، ونحن نستقبل شهر فبراير الصمود والثبات، شهر ثورتنا المباركة. يطيب لنا في ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير أن نخاطبكم يا أبناء شعبنا في البحرين في هذا اليوم، ونقول لكم أنتم بحق امتداد لثورة الإمام الحسين ضد الظالمين. ومن خلال استمراركم في ثورتكم المباركة طوال السنوات السبع الماضية بصمود وإصرار قل نظيرهما، صرتم مضرب المثل في المطاولة والصبر والثبات، وبرهنتم للقاصي والداني أنكم ثابتون، من حنيتم إلا لخالقكم، وأنتم شعبون يمتلك الإرادة والتصميم والإصرار على تحقيق أهدافه، وشعب يمتلك كل هذه الميزات لا بد من أن ينتصر ولو بعد حين. يا أبناء شعبنا البحراني المقاوم، انقضت سبع سنين من عمر ثورتنا المجيدة في البحرين، لكنها لما تزل كما هي منذ انطلاقتها وفي أولى لحظاتها، وهي باقية بوهجها المتجدد في كل يوم وفي كل لحظة على مر هذه السنوات الماضية. ما استسلمتم فيها لليأس أو التراجع، ولم تخضعوا في لحظة من اللحظات للعدو الخليفي، وعلى الرغم من استقوائه عليكم بميليشياته المرتزقة الأجانب لقتل شبابكم ونسائكم وأطفالكم، فإنكم نزلتم إلى الشوارع من كل حرب وصوب، وتوجهتم نحو دوار لؤلؤة العزة والكرامة، وجعلتموه ميدانا للشهداء في قلب عاصمة الإباء المنامة. فكان قرار الشعب وخياره وشعاره منذ ذلك اليوم باقون حتى يسقط النظام الدكتاتوري، وجاء ذلك لإيمانكم ووعيكم بحقكم في تقرير مصيركم، وقناعتكم بعدالة موقفكم ومشروعية أهدافكم. يا أبناء شعبنا البحراني الأبي، سبع سنوات مضت زاخرة بالوعي والثبات والصمود، مترعة بالمقاومة في الساحات والميادين، وها نحن نستقبل معكم عاما جديدا من ثورتنا المجيدة بتجديد العهد والوعد والوفاء لشهدائنا الأبرار وأسرانا الأحرار ومطاردين الأخيار ومبعدين الأبطال، ونؤكد إننا وإياكم باقون ولن نضعف أو نستكين، باقون ولن نتراجع، باقون ولن نهزم، باقون ولن نخدع، باقون باقون مهما تكالبت علينا قوى الشر في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، باقون مهما كثرت جراحنا. يا أبناء شعبنا، أيها الصابرون المضحون، نشعل معكم الشمعة السابعة من ميلاد ثورة فبراير المجيدة،
يا أبناء شعبنا أيها الصابرون المضحون، نشعل معكم الشمعة السابعة من ميلاد ثورة فبراير المجيدة بالاستعداد الجماهيري لإحياء هذه الذكرى التاريخية ضد الحكم ضد حكم الكيان الخليفي المجرم، بكل عزم وإرادة وإقدام على النزول الشعبي الحاشد في الشوارع والساحات، ولنؤكد قولا وفعلا إننا باقون وفي مسيرتنا الثورية مستمرون ومن أجل عزتنا وكرامتنا مرابطون، ودفاعا عن بحريننا الحبيبة مقاومون. نعم يا جماهير شعبنا، لقد ظن الخليفيون أنكم ستعودون إلى منازلكم يائسين قانطين خاضعين بعد سنة أو سنتين من ثورتكم، غير أنكم صبرتم وبصمودكم الأسطوري طوال السنوات السبع الماضية أسقطتم مراهنات العدو الخليفي ومن خلفه نظام آل سعود الإرهابي، وخيبتم آماله الواهية والخبيثة، وصنعتم معادلة جديدة، فطوبى لكم يا شعب العزة والكرامة، ونصركم آت آت، فمعكم باقون، وسنبقى على العهد ما حيينا حتى يأذن الله لنا ولكم بنصر عزيز من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. صادر من ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير.